هذا يسأل سؤال ما يعني، يقول هل الترجيح في مسائل الخلافية لأهل العلم أو حتى للمقلدين؟ ترجيح يا أخي عمل صعب ما يقوم به إلا أهل العلم الذين يعرفون الأدلة ويعرفون وجه الاستدلال ويعرفون الجمع بين الأحاديث أو النسخ فيها أو حمل المطلق على المقيد، هذه أمور لا يعرفها إلا العلماء. فأنت تسأل أهل العلم، إذا أشكل عليك شيء تسأل عنه أهل العلم، أما أنك أنت ترجح وأنت جاهل أو مبتدي لا يجوز لك هذا، لأنك ما وصلت إلى هذه الدرجة.